دي من الرجاله بتوع الكوره بتوع مصر، مش بقول مدرب مش بقول لاعب، لان سهل قوي انك تعمل مدرب وتعمل لاعب، لكن صعب انك تعمل راجل. معايا راجل من رجال مصر ورجال كره القدم ومدربنا القدير ايضا الكابتن حماده صدقي. يا ابو الكباتن مساء الفل. مساء الفل يا كابتن، ربنا يخليك حبيبي، وحشني. اشكرك رب، وانت وحشني جدا والله يا كابتن، وبالتوفيق ربنا يوفقك في البرنامج الجديد بتاعك حبيبي. ربنا يخليك كابتن حماده. يعني وجعاني قوي بتاعت محمد صلاح انه مش في ال 11، كان معايا كابتن شاوي غريب دلوقتي. شايف يعني فعلا هي مش طبيعيه، انت راجل من ثلاث، المفروض من ثلاث احسن لعيبه في العالم، طبيعي جدا الثلاثه هيخشوا في ال 11. صح، طبيعي. فكانت مفاجاه بالنسبه لنا اللي هو مش موجود من الترتيب من ال 11 لعيب على مستوى العالم. يمكن المكان بتاعه في ناس، بس هو محمد صلاح عمل موسم رائع الموسم اللي فات، هداف الدوري الانجليزي واحد احسن لاعب، يعني ما فيش حاجه ناقصه، بدليل المنافسه في احسن لعيب على العالم. بالظبط، طبيعي جدا الطبيعي واللوجيك اللي يبقى موجود من ضمن ال 11. ولكن طبعا فخر لينا طبعا ان احنا بنتكلم في حاجه زي كده، ان محمد صلاح متواجد في حدث كبير عالمي زي دوت، ما كناش بنحلم صح نعدي جنب الحفله دي. يعني لما كان حد يجي له دعوه ما نركبش الطياره نروح المطار حتى يا حماده. حفله، يعني يجي لك دعوه في حفله زي دي تقعد فوق، صح، بترجع تبقى انت الملك، ما بالك بقى في قاعد في اول صف. اول صف ومن احسن ثلاثه في العالم، طبعا ده فخر لينا كلنا، بنفخر بمحمد صلاح. وطلع برضه بجائزه النهارده احسن هدف، يعني الواحد فخور وبيتفرج على محمد صلاح في حدث عالمي كبير زي دوت. لازم مصر كلها تفخر بيه طبعا، ودي حاله اول مره نشوفها في حياتنا ان حد يوصل للعالميه بمعنى كلمه عالميه. احنا كنا بنقول اي حد عالمي عالمي، لكن ده فعلا طلع مش عالمي. ده العالمي بقى بجد. ده بجد، ده العالمي بجد، وربنا يوفقه ويحرقه ويحميه ان شاء الله. كابتن حماده، انا بتفرج عليك في الماتشات وانت بتحلل الماتشات الدوري، مين الفرق اللي لفتت نظرك في الدوري العام السنه دي؟ لا، في اكثر من فريق يعني. طبعا الفرق الكبيره في الميعاد موجوده، الاهلي الزمالك، يمكن الزمالك اداؤه في ماتشات عالي قوي قوي، لكن متواجدين كلهم في المنافسه. بيراميدز طبعا حاله جديده في الدوري، تواجد بشكل قوي. فرقه الجونه عجباني جدا، انا مفاجاه، لا يعني اختيارات لعيبه. بالظبط، زي تجربه علي مالي السنه اللي فاتت في الاسيوط يا كابتن حماده، مش كده؟ بالظبط. ويمكن ممكن تكرر التعامل مع الاسيوط السنه اللي فاتت، اللي هي بتقعد بدري في الدوري، الفرقه الصغيره اللي بتقعد بدري في الدوري بتأدي بشكل كويس، بعيد عن الضغوطات. بالظبط، يعني علي ماهر برضه الدور الثاني لما لعب حس ان هو في مكان كويس مستريح، ما عندهاش ضغوط صراع الهبوط. صح، بيأثر وبيقلل من الفنيات في الملعب بشكل كبير. شايفين، انا شايف عجباني، لازم نتكلم عن فريق صغير زي الجونه. لا، مأدي ب 8 اسابيع او 7 اسابيع لغايه دلوقتي بشكل كويس جدا، في مكان كويس، اداء في فكر في الملعب عجبني. طبعا في طبعا بعض الانديه في مستوى يمكن شويه، الاسماعيلي. لسه هسألك، يعني الانديه بالنسبه للاسماعيلي والاتحاد يا كابتن حماده، يعني انت عارف الناديين والانديه الشعبيه دي بالنسبه لنا ايه؟ يعني شايف الاسماعيلي رايح فين، والاتحاد بعد تولي نجمنا الكبير والمدرب القدير الكابتن حلمي طولان مديرا فنيا للاتحاد، ووليد صلاح الدين هذا النجم الكبير ايضا مديرا للكره. اتكلم عن الاسماعيلي الاول. الاسماعيلي يمكن لازم في معادله انت بتعملها اول السنه، انت بعت بلعيبه مهمه جدا، عشان طبيعي جدا يبقى عندك استثمار وتدخل دخل للنادي، تقدر تصرف وتقدر تدور العمليه بشكل كويس. الامور دي لازم تبقى واضحه للجماهير طبعا. لازم موجود في استثمار، في فرق لما يلعب على البطوله، وفي فرق اللي انا ابقى متواجد في المنطقه الثاني الثالث. بس هم كابتن حماده باعوا 3-4 لعيبه القوام الفريق الاساسي او الكبار بتوع الفرقه، وعوضوهم بقى اللعيبه من الدرجه الاولى والدرجه الثانيه، يعني فعمل الفارق ما بين السنه اللي فاتت اللي هو وصيف الدوري العام والسنه دي.
بص اقول لحضرتك على حاجه يا كابتن. النادي الاهلي كان عنده ايفونا، كان هو نمره واحد في النادي الاهلي. لما جاله الرقم الكبير ده كان لازم يبيعه، باعه صح؟ كان لازم. ده حصل في النادي الاسماعيلي، في ارقام جت كبيره قوي لبعض اللعيبه، اللعيب نفسه مش هيقدر يديك لو انت قعدت، مش هيقدر يديك. فالاداره، يمكن انا مريت بالحاجات دي مثلا مع حمودي وطارق حمدي سموحه، بالظبط، جالهم ارقام، فقعدنا مع المهندس فرج، الرقم كبير للنادي، اول مره كان النادي سموحه يبيع حد بالملايين دي. والحاجة المهندس فرج شاطر قوي في الحته دي، خلي بالك. بس البدايه كانت معايا، ايوه انا عارف، البدايه في البيع والحاجات دي. طبعا هو شاطر جدا. امتى تبيع اللعيب دوت؟ فنان هو مش هيقدر يديك تاني. انا عارف الكلام ده. طبعا عشان الارقام، بس لازم لما تجيب لعيب، لما بتعمل الرقم ده تجيب لعيب يعني اذا ما كانش زيه يبقى احسن منه شويه. كابتن حماده، لا مش هتقدر تجيب احسن منه او اقل منه شويه، قريب منه، او يعني يبقى عندك البديل اللي تقدر تشتغل بيه. كابتننا الكبير كابتن حماده صدي، بشكرك شكرا جزيلا. كابتننا الكبير بشكرك شكرا جزيلا.